على رجلي اللي اختفى في شهر 3 في 12 2012، جا موراه شي واحد ومشى معاه من تما رجع. الله يرحم الوالدين اللي شافوا ولا جاب عليه الخبر في شي بلاصه، يعني الدوزيام ولا الرقم اللي على الشاشه. تحيه مجددا. هذا المقطع ماخوذ من برنامج مختفون اللي كان داز في القناه الثانيه دوزيام هذه 12 عام. هاد السيده كانت بثت هاد الاعلان باش تقلب على رجلها، قالت باللي اختفى في ظروف غامضه، جا عنده شي حد خرج ما رجعش، مثلت الدور مزيان وطيلت 12 سنه. كانت بارعه بحق، ممثله وداهيه والذكاء ديالها خارق. حبكات سيناريو الاختفاء الغامض ديال رجلها وهي دارت فيه حاله، قتلاته وخبات الجثه وتمرتها في الكراج. هاد الكراج اللي غادي تشوفوه في هاد الفيديو بعد انتهاء عمليه الحفر واثناءه شي 4 سوايع تقريبا اللي دوزوها عمال الانعاش هما كيحفروا وسط هاد الكراج، عاد لقاو العظام وبقايا الهيكل العظمي ديال الزوج. الزوج مسكين الله يرحمه، وعمليه الحفر كانت قدام عينين مسؤولين امنيين وحضور امني مكثف منع الناس من الاقتراب من الدار اللي تم تشميع ديال الاقفال ديال الكراج فين كانت الجثه مدفونه بقرار من السلطات المختصه في تطوان. لقاو العظام، السيده اعترفات باللي هي اللي قتلت رجلها واتهمت حتى اخوها بالمشاركه في القتل واخفاء الجثه، وايضا اتهمت حتى ولدها المختفي في ظروف غامضه، واللي كانت كتقول للناس باللي هاجر للجزائر لكن ما بانت عليه اي حاجه ممكن توصل ليه، ما كانش كيتصل ونتمناه وما يكونش وقع ليه موقع الباه، الله يحفظه مسكين الا كان مازال حي بالصح. للاسف المراه هي اللي ورات البوليس فين مدفون رجلها، وهنا غادي نهضر على كيفاش تم اكتشاف هاد الجريمه البشعه بعد 12 عام من الوقوع ديالها. كادت ان تكون جريمه مكتمله. السيده حبكات السيناريو، بثات في البرنامج ديال المختفون اعلان على الاختفاء الغامض ديال رجلها في ظروف غامضه، وراكم سمعتوا شنو قالت، وبقات ساكته كتمثل على الناس التقوى والورع وما جا وراء ذلك. خوها اللي ساكن في مدينه القنيطره هو اللي غادي يفضحها بعد شي خلاف بيناتهم على الورد. هز راسو مشى عند البوليس في القنيطره، قال لهم هاد الحقيقه، وقال لهم باللي خوه اللي في الجزائر هو اللي كشف لي هاد السر. قال له ختنا كانت قتلت راجلها ودفناتو في الدار ديالهم في مارتيل، وحكى ليه كيفاش وقعت هاد الجريمه، حكى ليه كل ذلك في مكالمه هاتفيه جرات ما بيناتهم والاخ. مبقاش كينتظر، مشى عند البوليس وحكى ليهم وطلقوه في حينه. البوليس ديال القنيطره نسقوا مع البوليس ديال ولايه امن تطوان اللي مشاو العناصر ديالهم للدار ديال السيده وشدوها، جابوها للولايه. دوزت يومين وهي في الضيافه ديالهم في لابيجي. في الاول نكرات مسحات السما بلقا كما كيقولوا، كانت كتقول انا ما دايره والو، راجلي اختفى غاب ما عرفتو فين مشى خرج، عاودت نفس السيناريو اللي قالت في البرنامج ديال المختفون وفي الحلقه اللي كانت دازت. النيابه العامه قررت باش تمدد فتره الحراسه النظريه ديالها. البوليس ديال تطوان اتصلوا بالبوليس ديال القنيطره وقالوا لهم جيبوا لينا خوها، كذلك كان جابوه وحكى ليهم كل شيء وتشبث بالروايه ديالو. قالوا لها انت خوك كيقول انت قتلتيه، وهاد الطريقه كيفاش قتلتيه. السيده تصدمات وما جبرت ما تقول اكثر من هاد الشيء. داروا لها حيله وكانت ناجحه، قدروا يجبدوا منها الاعتراف، انتزاع الاعتراف بلا عصا بلا والو. قرات بكل شيء وعطات شي معلومات دقيقه واعترفات باللي هي اللي قتلت رجلها. ما غاديش نحكيو شنو قالت في البحث التمهيدي حيت هو بحث ومحاط بالسريه، والسريه ما يمكنش نخلقوها كما تعودتوا في مختلف الفيديوهات اللي كنديروا في القناه ديال مروكن كرام تي في جريمه المغربيه. لكن اللي تشبثات به وقالته متداول هو انها ماشي بوحدها اللي قتلت رجلها او تترت على هذه الجريمه طيله هذه المده ديال 12 عام. قالت لهم حتى اخوها اللي فضحها حتى هو عنده يد تماك، وحتى ولدها اللي اختفى في ظروف غامضه ويعلم الله شنو به وشنو طرا له. قالت لهم باللي ساعدوها باش كتفوا الراجل وقتلوه وطمروه وحفروه في الكراج
اللي دارت فيه دار الكرا وكلات شي ناس. سيدة اعترفات البوليس رافقوها للدار، دقوا في الدار، لقى واحد السيدة كارية تماك مسكينة ما عرفت باش تبلات، لا هي ولا الجيران اللي تفاجئوا بهذه الحقيقة الصادمة، خاصة أمام تداول أن فلانة راه قتلت راجلها وراه سيدة اتصلت، يعني هذه اللي كارية اتصلت براجلها، جا فتحوا الباب دخلوا للكراج التابع للدار، وبدا قبل ما يبدا الحفير لقاو الأرضية ديال الكراج ماشي كاملة بنفس اللون، حفروا جوج المتر ونص تقريبا وطيلة أربعة سوايع وعم الإناش كيحفروا حتى وصلوا للعدومة ديال الراجل الله يرحمه مدفونة تماك. تماك داوها للكوميسارية وصلوا البحث معها وكذلك مع أخوها بعد الوضع ديالهم، كانوا موضوعين عن الحراسة النظرية قبل ما يحيلوهم على الوكيل العام تطوان اللي أمر بالإحالة ديالهم على قاضي التحقيق اللي امر بالايداع ديالهم في السجن ديال الصومال، والسامع لهم ابتدائي بعد ما سمع لهم ابتدائيا يعني، واجل البحث التفصيلي جلسه لاحقه هذه السيمانه. السيده اعترفت بقتل الراجل ديالها بمشاركه خوها وولدها المختفي، لكن ما عطات حتى شي معلومات على فين هو ولدها، من غير انه هاجر الجزائر باللي راه مع خالو تماك. هذه الروايه اللي كانت كتقول للناس ويعلم الله شنو كاين، واكيد قضيه التحقيق غادي يجبد منها الشيء اللي ما كتوقعوش، الشيء اللي كتما هذه سنين من اللي غاب ولدها اللي كان بان معاه في برنامج مختفون في دوزان. هذا الشيء ماشي سهل وغريب بزاف، كل شيء مصدوم ويعلم الله شنو وقع للولد، وكذا شنو وقع لخصو الكبيره، خصو الكبيره اللي ماتت في ظروف غامضه وخلى جوج بنيتات كانت الجدايه اللي معيشين معها. هذه البنت ما كانت مريضه ما والو، واحد النهار كانت عاديه دخلت للدار وبعد دقائق من اللي دخلت قالوا ماتت، شنو وقع ليها الله اعلم، واكيد البحث يقدر يبين شي حاجه. لكن صراحه البحث التمهيدي اللي كان جرى في حينه لا في الاختفاء ديال الزوج ولا ديال الولد ولا في الوفاه ديال البنت كان خصو يتعمق في حينه ويتقلبوا على الكبيس اللي ممكن تقلب على الشيء اللي خباته السيده. على اين قاضي التحقيق دابا راه داير خدمته، يمكن يبان او تبان شي حاجه وشي جديد وشي معلومات مخبيها وجديده في هذه القضيه. البحث مازال متواصل ويلاه بدا، راه دابا في مرحله التحقيق التفصيلي، يلا غادي يبدا الدوسي عند قضيه التحقيق في محكمه سينا بتطوان، وربما تبان حاجات كثيره. ما غاديش نتسرعوا، نخليوه حتى تبان النتائج والحقيقه كامله، نشوفوا معنا الجميع واش شنو وقع بعد لولدها وكيفاش احتمست بنتها. وشكرا جزيلا وإلى فرصة لاحقة، دمتم أوفياء للقناة ودامت أفراحكم، والله بعد لكم مدرجات بحال هذه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.